This Berkeley Public Library مكتبة عامة دولة الهومليس دوروا على الأكل في الشارع في الزبالة. احنا الآن في شارع Central Street، ده شارع من الشوارع المعروفة المقابل لجامعة Berkeley University. الجامعة في كمان هنا قدامنا في ده متحف Berkeley Art Museum Pacific Film. ده الناس الموجودين بره المتحف عملوا خيام وابتدوا يناموا فيها، احنا بنسميهم هنا الهومليس، بس هم يعني في الترجمه بتاعتها المتشردين. يعني المنظر بقى سيء جدا 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 زي ما انتم شايفين، وديت محدش قادر بعد كوفيد 19، محدش قادر من البوليس ان يقرب على الناس دي خوفا من كوفيد 19، واللي كان اصعب من كده كمان كوفيد يعني الناس استغلت الظروف ديت وابتدوا يشتغلوا بالطريقه ديت وابتدوا يقعدوا ويعيشوا، بقت حياه رسميه هنا، والله المستعان.